أهلا بحضراتكم ولكم التحية النهاردة في زيارة مهمة لرئيس رومانيا للقاهرة، وتم عقد القمة المصرية الرومانية في قصر الاتحادية بين الرئيس السيسي وبين رئيس رومانيا. مؤتمر صحفي كان مشترك في غاية الأهمية، أكد خلاله سيادة الرئيس حرص مصر على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقال كمان أنه في علاقات سياسية متميزة بتجمع بين مصر ورومانيا. رئيس رومانيا صرح النهاردة في المؤتمر الصحفي وقال أن مصر تلعب دورا حيويا في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، وقامت بجهود كبيرة في مكافحة الإرهاب. ده موضوع هنتكلم فيه لحضراتكم النهاردة، بس خليني أقول كمان أنه سيادة الرئيس النهاردة أصدر قرار بتعيين سيادة الفريق أسامة عبد الله عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، وتعيين سيادة الفريق محمد فريد حجازي مستشار لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة. كذا حاجة هنقولها لحضراتكم النهاردة، بس خليني أبدأ من آخر خبر. آخر خبر كان البيان الآتي من النيابة العامة. أصدرت النيابة العامة بيان من شوية قالت فيه الآتي: تولت مباشرة التحقيقات. النيابة العامة في بيان ليها قالت إن هي تولت مباشرة التحقيقات أمس التلات الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري مع مسؤولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليه. ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن أخبار غير صحيحة. البيان بعد إذنكم: أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيق فيها، وإزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى التزام بما تعلن وحدها من معلومات حول الواقعة والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية، مؤكدة أن النيابة العامة حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسب ما ترى مناسبا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها بما يتاح من معلومات أو بيانات. كلام واضح يا جماعة، النيابة العامة هي الوحيدة أي معلومة تطلع سواء على السوشيال ميديا أو على المواقع أو الأخبار لازم يبقى من النيابة العامة، هي دي المصدر الوحيد والصحيح، وبتهيب بالسادة المشاهدين والمتابعين أنها أي أخبار تداول أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة هتضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية. نرجع للزيارة الهامة لرئيس رومانيا للقاهرة اليوم، والقاهرة بوخارست علاقات تاريخية واقتصادية وثيقة بين مصر ورومانيا. خليني أرحب بدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلاقات الدولية. دكتورة نورهان مساء الخير فن. أهلا بيك أستاذ عز. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. ما مدى التوافق في الرؤى في بعض القضايا ما بين مصر وما بين رومانيا؟ يعني هو الحقيقة على المستوى السياسي في تنسيق عالي جدا ما بين مصر ورومانيا، وده الحقيقة أسس لي يعني زيارة السيد الرئيس السيسي لرومانيا في يونيو 2019. رومانيا كمان كانت من الدول اللي شاركت في القمة العربية الإفريقية المهمة جدا اللي عقدت في شرم الشيخ. والحقيقة عملت توافق كبير جدا حوالين عدد من القضايا الإقليمية اللي تهم مصر وتهم العالم العربي والشرق الأوسط بصفة عامة وأيضا رومانيا. وكان في مقدماتها طبعا قضايا الإرهاب وقضايا الاستقرار الإقليمي في سوريا وفي ليبيا وفي عدد من القضايا الإقليمية الأخرى المهمة جدا. فالحقيقة يعني في تنسيق عالي المستوى وفي أيضا تفاهمات كبيرة جدا ما بين الدولتين على المستوى السياسي. في قضايا مشتركة، يعني في اتفاق في رؤى في قضايا مشتركة دكتورة كتير، يعني أهمها طبعا قضايا الإرهاب، يعني ودي نقطة مهمة جدا.
إلى جانب بقى كل قضايانا الإقليمية في توافقات عالية وفي مصالح، يعني مصالح مهمة جدا بتربطنا برومانيا. رومانيا إيه المصالح؟ سوق مهم جدا بالنسبة لمصر، يعني احنا من يعني طبعا بنصدر المنتجات البترولية والبترول إلى رومانيا، هي سوق واعد جدا للطاقة، وبالتالي طبعا بعد الاكتشافات المهمة اللي احنا عملناها في شرق المتوسط اعتقد هيبقى يعني مهم لمصر انها تنفتح اكتر واكتر على سوق الطاقة الروماني، لان سوق الحقيقة متعطش وسوق يستوعب كميات كبيرة جدا من الغاز ومن البترول. فاعتقد قطاع الطاقة قطاع هام جدا وواعد في التعاون بين البلدين. قطاع السياحة كمان، يعني السياحة الرومانية بالنسبة لنا طبعا هامة جدا، وفتح يعني افق اعلى للسياحة الرومانية هيبقى مفيد بالنسبة لنا. في كمان طبعا السائح الروماني بيحب ويفضل مصر بالتأكيد، لأنه عارف حضرتك هم عموما شرق أوروبا عموما في علاقات تاريخية قوية جدا. احنا علاقتنا الدبلوماسية برومانيا أكتر من 100 سنة، يعني تأسست في 1906، فطبعا لحضرتك يعني تاريخ كبير جدا. وبالتالي بيربطنا مشتركات كتيرة، ومصر من الدول المفضلة ومن الدول القريبة لنفس ولعقلية ولا يعني والمود شرق أوروبا بشكل عام، ومنها طبعا رومانيا. فأعتقد في فرص كبيرة جدا لتنشيط السياحة بيننا وبينهم. في كمان بقى طبعا يعني التعاون في المجال الصناعي بشكل عام، هم متقدمين في مسألة إنتاج الجرارات، إنتاج يعني بعض وسائل النقل زي السكك الحديدية، وده حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا في مصر، وخصوصا إن احنا يعني عندنا رؤية طموحة لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر. صحيح. بشكل عام يعني صحيح. فأعتقد أيضا التعاون هيكون هام إلى جانب بقى التعاون في الجانب العسكري. طيب، يعني المهم بالنسبة لرومانيا حاليا لمصر، بتكلم كتبادل المرحلة اللي جاية، فكرة الغاز زي ما حضرتك قلتي. اعتقد انه في الحقيقه في تكامل اقتصادي كده بين الاقتصادين، يعني هم بينتجوا سلع راسماليه ثقيله، احنا منتجاتنا استهلاكيه، والى جانب طبعا الطاقه، وقطاع الطاقه واعد جدا في مصر. فاعتقد ان الاقتصادين بيكملوا بعض بشكل يعني جيد، وفي فرص ليهم طبعا عندنا، والعكس عندنا كتير جدا من الفرص الاقتصاديه في الاقتصاد الروماني. نعم. هل ممكن تنعكس هذه العلاقات، مش هتكلم على هذه الزيارة بقى، لا، هذه العلاقات بشكل عام مع رومانيا في علاقة مع الاتحاد الأوروبي؟ بالتأكيد، رومانيا عضو في الاتحاد الأوروبي من 2007 وعضو مهم، وليها طبعا شراكة كمان دفاعية من خلال حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة، وبالتالي هي دولة مهمة ودولة محورية بالتأكيد في مواقف الاتحاد الأوروبي طبعا، لأن في مواقف كثيرة مهمة للاتحاد، بعضها بيكون يعني جيد والبعض الآخر لابد مناقشته مع الاتحاد الأوروبي، وده مهم جدا. المناقشة في حد ذاتها مهمة جدا، توضيح الأمور بالضبط. وده اعتقد رومانيا يعني من الدول اللي ممكن تكون بالفعل يعني مدخل مهم لمناقشة عدد من القضايا وتوضيح الرؤى المصرية بخصوصها في الاتحاد الأوروبي. تمام، بشكرك دكتورة نورهان الشيخ، بشكرك فندم، تشرفت بمداخلتك أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. النهارده السيد الرئيس قال بحثت مع الرئيس الروماني جهود مكافحة الإرهاب ومجابهة الكيانات التي توفر الملاذات الآمنة للمتطرفين. كده بقول لحضراتكم دي زيارة في غاية الأهمية للرئيس الروماني إلى القاهرة. المؤتمر الصحفي اتقال فيه كلام في غاية الأهمية يخص البلدين، سواء بنتكلم على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. النهاردة عندنا أكتر من موضوع هنقول لحضراتكم عليه. أولا، الأخبار بتقول أنه تسليم الوحدات السكنية للراغبين في العودة لمثلث ماسبيرو ده هيكون خلال 3 شهور،
كاملة التشطيب والمرافق. ده من ضمن الأخبار. والذهب النهاردة في مصر الأخبار بتقول إن هو بيتراجع خلال تعاملات اليوم، والإسكان بتقول 210 محطات معالجة ثلاثية وثنائية للصرف جاري تنفيذها بجميع المحافظات. يعني متعودين إنه هو يبقى يا في لقاح بخصوص كورونا، يا إما في دول بتجتهد على إنه يبقى في دواء. يعني دي حاجات معينة. إنما استخدام سم العقارب المصرية لمواجهة كورونا ده موضوع جديد لفت نظري النهاردة. نحاول بقدر الإمكان إن احنا نغطيه لحضراتكم، لأنه يعني طبعا ده بتكلم هنا على جامعة اجتهادات واضحة لجامعة قناة السويس. احنا عندنا فكرة كلمة العقرب في حد ذاتها يعني بتخض، وسم العقرب بيخد. اتضح انه في محاولات لاستخدام سم العقرب والعقارب المصرية تحديدا لمواجهة كورونا، وهنا هيبقى التساؤل. في يعني من ضمن الموضوعات النهاردة انه أزمة أسعار الأسمدة تؤرق المزارعين، شكارة ب 500 جنيه والزراعة. هترد على حضراتكم الفكرة كمان انه المسألة ليها علاقة بكارت الفلاح. خليني أرحب بدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة. دكتور عباس مساء الخير. أهلا مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. مبدئياً عايزة أعرف من حضرتك، لا وصلنا لفين في منظومة كارت الفلاح؟ والله بالنسبة لحضرتك دلوقتي احنا الحمد لله والشكر لله بدأنا طبعاً منظومة كارت الفلاح من 2017، يعني بخطوات جدية. وفي السنتين الأخرين دولت هم 2020-2021 بيسموها يعني تم الإنجاز الأكبر. كويس. بالنسبة لكارت الفلاح، لأن طبعا كارت الفلاح ليه علاقة مباشرة بالتحول الرقمي للدولة المصرية. كانت من أولويات الحكومة المصرية أن الفلاح المصري يكون على أولوية الاهتمام بالنسبة للدولة أو الحكومة. طبعا لأن كل جهات الدولة دلوقتي بتتحول رقميا. فكان من الضرورة أن يكون الفلاح المصري طبعا على أولوية الاهتمام. بالنسبة للحكومة المصرية ان هو يدخل في منظومة التحول الرقمي. عشان يبقى طبعا زي ما انت عارف حضرتك، يبقى لان دي عبارة عن التقدم التكنولوجي اللي بيمر به العالم كله دلوقتي. طبعا الكارت الفلاح تقريبا وصلنا لكام في المية من تحقيق الغرض بكارت الفلاح فندم؟ بفضل الله سبحانه وتعالى احنا تخطينا 85% بالنسبة لي. طب هايل. من مجموع العدد هو كان في بعض يعني زي ما بقول لك بعض الاختناقات او بعض الحاجات البسيطه اللي هي يعني كانت بتعيق يعني اختناق زي ما بيقولوا في ايه الفلاح. والفلاح طبعا بيحس لما بيحس ان في ازمه بالنسبه للذات السمات كاستخدام بيبقى قلقان. ايوه بيبقى قلقان بيبقى قلقان بيبقى قلقان. طبعا احنا طبعا طيب معنى كده إيه انه 85% اللي معاهم كارت الفلاح صرفوا الاسمده؟ لا حضرتك، هم يعني كان في بعض يعني زي ما قلت لحضرتك يعني بعض الاختناقات البسيطه اللي انت عارفه ان اخواتنا المزارعين كلك يعني بيسيبوا الشيء لاخر لحظه. طبعا كارت الفلاح اختناقات دي يعني زحمه اللي انا فاهماها كده يعني. لا اختناقات يعني انا ما خدتش الكارت بتاعي فمش قادر اصرف الاسمده، فانا عندي حاسس ان عنده مشكله. تمام. رغم ان 85% خدوا الكارت موجودين بقى، في جزء خد حضرتك وفي جزء في فروع البنك الزراعي المصري ما كانش راح خده، وفي بعض المشاكل الخفيفه اللي احنا تجاوزناها طبعا. بالامس او قبل الامس او الامبارح طبعا معالي وزير الزراعه سيد القصير ادى تعليمات مشدده ان لازم يكون في وضع مثلا منشور سريع لي يعني فق هذه الازمه، وان الفلاح يكون في اريحيه لدخوله
بالنسبه للموسم الشتوي بتاعه اللي هو بدا بالفعل بزراعه بنجر السكر، ودلوقتي احنا داخلين على شهر نوفمبر هيبدا بزراعه الاقماح. فكان يعني كان لازم من الضروره ان يكون الفلاح مستريح نفسي. فبالفعل معالي وزير الزراعه ادى التوجيهات ان نزلت اربع بنود كده ممكن نذكرهم لحضرتك. اللي هم يعني يحققوا الاريحيه للمزارع. قال لك الفلاح اللي معاه كارت وفي ايده واستعمله الموسم الماضي يستعمله. يصرف بيه. طيب تمام. الفلاح اللي اسمه موجود في كشوف في الجمعيه الزراعيه وما معهوش كارت وما استلمش الكارت بتاعه بنقول له ان شاء الله احنا ما تعالى الفرع بتاعك الكارت بتاعك في الفرع البنك الزراعي المصري بيبقى فريحة على طول بيروح يستلمه ويصرف برضه الاسمده بتاعه. يعني الكروت معنى كده ان الكروت توفرت. رقم ثلاثة حضرتك افرض واحد مثلا يعني لا قدر الله الاستمارة بتاعته كان كاتبها مثلا من فترة وما جاتش او هو اساسا ما عملش استمارة من اصله. تمام. في الحالة طبعا دي هو دلوقتي بيعتبر في ازمة. برضو معالي الوزير ادى برضو تسهيلات كبيرة جدا، قال لك لا يروح الجمعية الزراعية يملي يحط بياناته كلها على الاستمارة المنظومة بتاعته في البطاقة ويعمل صورة شخصية، صورة من البطاقة بتاعته، البطاقة رقم القومي. تمام. وبعد كده ايه نديله 50%، وطبعا استمار او تحرير الاستمارة ده بيتم طبعا سريعا على طول، وفي طول 15 يوم هيبقى معاه الكارت بتاعه بحيث هو ياخد 50% دلوقتي. بصورة البطاقة فقط لا غير. تمام. وفي طول 15 يوم هتكون صدرت البطاقة، هيكمل بقية الايه النساء بقية الأسمدة المطلوبة ليه. رقم أربعة بالنسبة للأراضي خارج الزمام. أراضي خارج الزمام ده برضو يعني فيها يعني مشكلة حبة مرهقة برضو. إيه المشكلة يا دكتور؟ اللي هو طبعا أنت عارفة أن أراضي خارج الزمام دي معظمها الأراضي الجديدة اللي بتخضع للقانون 144 اللي هو تمكين وضع اليد علاقته بجهات الولاية سواء بهيئة التعمير أو بخلافه. فبرضه معالي وزير الزراعة سيد الخسير ادى التعليمات برضه الصارمة ان لا مانع بيروح لجهة تناقض الإدارة الزراعية أو مديرية الزراعة اللي هي تبعها هذا المكان وبيسجل برضه بحيث يبقى هو ده فعلا الجدي والموجود أو ليه علاقة وثيقة بقطعة الأرض ديت وعلى الطبيعة وإن شاء الله يكون يتأكد ان هو ده الفرد اللي على القطعة ديت وعامل جدية مع الدولة وده الممثل الحقيقي على هذه القطعه. الكلام ده بيبقى في كشوف جايه من هيئه التعمير في المديريه او في الاداره الزراعيه اللي هي اقرب مكان له. برضه يتاكد منها ويعمل تحرير استمارة كارت فلاح ويتم اصدار كارت فلاح ليه برضه ونصرف له 50% لحين طبع الكارت الخاص به بعد 10-15 يوم استلامه. يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى احنا كده باذن الله ما فيش اي مشاكل لحد. بالنسبه للورثه قلنا لهم بيفوضوا واحد منهم وما قلناش هم يروحوا كمان شهر العقاري ولا يتعبوا نفسكم ولا يقعدوا في طوابير، لا يروحوا الجمعيه الزراعيه. ايوه الورثه يفوضوا واحد منهم بالرقم القومي بتاعه ويقول لك فوضنا اخونا فلان الفلاني عننا في صرف مستلزمات الانتاج وبرضه بنحرر له استماره وظرف 15 وبنديله 50% ظرف 15 يوم بيطلع له الكارت وياخد بقيه مستحقاته من الاسمده. فباذن الله كده تقريبا ما فيش اي عقبات دلوقتي، ولذلك احنا عملنا زي استبيان كده امبارح واول امبارح والنهارده في كل المحافظات في اريحيه كامله لكل المزارعين. وبالفعل الاسبوع الماضي او قبل الماضي احنا كنا حسينا ورصدنا ان في احتقان او زعل واحنا ما بنحبش ان المزارعين يكونوا مغضبانين طبعا. طبعا احنا يهمنا خدمتهم لانهم شريحه كبيره من المجتمع المصري طبعا وبيساهموا في الامن الغذائي المصري صحيح في الدخل القومي للدوله او في الناتج القومي من 15-17% وطبعا وهم جزء من النسيج المصري. طبعا بنزل لهم كل المشاكل بنحطهم على اولويه الاهتمام بالنسبه للحكومه المصريه وايدينا في ايديهم واحنا ان شاء الله خادمين لهم واي مشاكل احنا خطوطنا مفتوحه وتليفوناتنا برد على كل يعني المتضررين او اللي عنده اي مشكله ان شاء الله بقدر الامكان بنحاول نحلها له فوري او بنديله وقت قصير جدا لازاله سبب المشكله. طيب دكتور عباس بعد الكلام الهائل اللي حضرتك قلته معنى كده ان في تجاوب واقبال من الفلاحين
على الرقمنة أو على كارت كارت الفلاح تحديدا؟ بسم الله ما شاء الله. يعني احنا عندنا تقريبا دلوقتي عندنا اكثر من 3 مليون كارت، تخطينا 1.5 مليون توزيع، وفي اقبال شديد دلوقتي. بس احنا طبعا بنناشد كل اخواتنا المزارعين ان كل واحد يروح يطلع الكارت بتاعه، لان وجود الكارت بتاعه معاه بيديله الاحقيه في كل شيء تخصصها له الدوله فيما بعد، سواء من المستلزمات او الكارت برضه دلوقتي بقى كارت ميزة. يعني هو مش هيقدر يصرف حاجه تبع الحكومه الا لما يبقى معاه الكارت. معاه الكارت، ولو في اي مميزات او اي حاجات يعني تكون نقديه او فيما بعد على طول يستفيد منه، او عاوز ياخد قروض ميسره من اللي هي منخفضه للانتاج الزراعي، هتبقى كل بياناته على الكارت، ومش هيلف حوالين نفسه كتير وما يضيعش وقت. بالكارت هتبان كل المعلومات عنده والمحصول المنزرع، هيتم على طول سهوله اجراءات الحصول على القرض بتاعه من خلال فرع البنك، ودي حاجات ممتازه جدا بالنسبه لاخواتنا الفلاحين والمزارعين. هي المشكله في الكارت اكتر ولا في سعر الشكاره اكتر؟ والله حضرتك الى الان سعر الشكاره زي ما هو، ما فيش تحريك في سعر الشكاره خالص، مع العلم ان طبعا اسعار الاسمده العالميه طبعا مرتفع. احنا طبعا الاسمده معروفه ان دي يعني سعر عالمي، لان طبعا احنا عندنا شركات قطاع اعمال وشركات فيها وزارة البترول وشركات خاصة بإنتاج الأسمدة، والكل مع الحكومة المصرية أو مع وزارة الزراعة بتخصيص 25% من الإنتاج لتخطيط الشركات المصرية بأسعار احنا بنعتبرها برضو أسعار مدعمة. يعني الشكارة دلوقتي بالنسبة لي السعر العالمي حوالي 500 جنيه، هو الفلاح إذا تحصل إلى مدعمة بحوالي 150 سعر الشكارة ده مدعم. دكتور عباس حضرتك اتحركت من مكانك ليه؟ كنت سامعك كويس. دكتور عباس الو. ايوه سامع. ايوه حضرتك سامعني تمام، انا ما كنتش سامعك. سعر الشكاره ده مدعم. الشكاره دي حضرتك مدعمه ب 165.5، مع العلم ان السعر العالمي بتاعها 500 جنيه. ده السعر من غير الدعم. السعر الحر بتاعها. نعم. اللي بيسموه السعر. نعم. نعم. سؤالي الأخير لحضرتك دكتور عباس الشناوي، حضرتك بتقولي إنه مع بداية الشهر القادم هتبدأ أهالينا المزارعين في زراعة القمح. أيوة نعم، في حوالين طرق. أنا بسأل حضرتك على طرق الري وطرق الزراعة، هل الطرق الحديثة هي اللي هيتم استخدامها؟ حضرتك دلوقتي في برضو يعني مشروع كبير او مشروع قومي كبير في الدولة المصرية، بدأ بتطوير الترع الرئيسية من خلال وزارة الري، واحنا كلنا شايفين ايه جليا دلوقتي بالتبطين، وبعد كده ان شاء الله وزارة الري مع وزارة الزراعة بنبدأ تطوير المراوي الفرعية الخاصة. يعني الترع الرئيسية دلوقتي اتبطنت، وبعد كده هندخل على القنوات اللي هي المساء الخاصة اللي هي ما بتورق بتوزع الميه بتاعها بتعدي على الاراضي الزراعيه. وهذا طبعا المشروع قائم واخدين فيه خطوات جديه كبيره جدا وماشيين فيها، وان شاء الله بعد ذلك هندخل على خطه التطوير الكبيره اللي هو استخدام بدايه الزرع للاقماح الشهر القادم. طرق الزراعه والري ايه؟ ما ده كان سؤالي لحضرتك. الطرق الحديثة ولا مازال بالغمر؟ كل الأراضي الجديدة هي على طول لازم استخدام نظم الري الحديث. الأراضي الجديدة، الأراضي الرملية اللي هي زي ما احنا عارفينها كلها اللي بنسمع عنها. الأراضي الدلتا القديمة احنا معاها خطوة بخطوة، بحيث إن احنا برضو إن شاء الله هيتم فيها التطوير، بس التطوير هيتماشى مع مواسم الزراعة، لان انت عارفه ديت كثيفه العماله. اراضي مفتته، اراضي لها معلش رصيد تاريخي عند المزارع بالري بالغم. احنا داخلين معاهم دلوقتي بالتوعيه والارشاد واهميه الري بنظم الحديثه، ده مهم جدا، وبنعمل ان شاء الله ان احنا نعمل لهم موديلات في هذا الموسم تبقى نموذج هم يتفرجوا عليه ويحتاجوا به، بحيث ان شاء الله في المستقبل القريب مع العروات التاليه هيتم استخدام نظم الري الحديثه عشان نتفادى او تبقى جزء من حل مشكله نقص المياه في الدوله المصريه. اشكرك، اشكرك دكتور عباس الشناوي، اشكرك، شكرا جزيلا. اشكرك فندم، شكرا جزيلا.
210 محطة معالجة ثلاثية وثنائية للصرف جاري تنفيذها بجميع المحافظات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. خليني أرحب بدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية. مساء الخير دكتور سيد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخيرات على حضرتك ومشاهدينك الكرام. أهلا بيك. يعني مهم جدا أن أنا أعرف من حضرتك 310 بالفعل شغالين عليها، 310 محطة. المحطات المعالجة يا فندم يمكن من أهم الأعمال، ولا 210؟ 210 دول اللي جاري، لكن في غيرهم عدد كبير. أيوة. محطات المعالجة من أهم الأعمال اللي احنا شغالين عليها حاليا في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. نعم. حضرتك عارفة يمكن هذا القطاع شغالين في مية الشرب وفي التحلية وفي الصرف الصحي. نعم. الصرف الصحي بصراحة احنا يمكن كان هذا القطاع اتأخر كتير جدا على العديد من السنوات، وده اللي احنا حاولنا نلحق مفاتنا فيه على مدار يمكن السبع سنوات اللي فاتت. عايز اقول لحضرتك مثلا اجمالي عدد محطات الصرف الصحي اللي موجودة النهاردة اللي هي قائمة وبتعمل يمكن دول حوالي 480 محطة. يمكن الرقم ده لما كنا بنتكلم من 6-7 سنين كنا بنتكلم تقريبا في حوالي 300 محطة. فزاد تقريبا يمكن حوالي 180 محطة يمكن في 6-7 سنين، وده رقم كبير جدا. نهيج بقى فندم ان احنا الموضوع ما بينتهيش، احنا مكملين في هذا القطاع ومكملين مع حياة كريمة حاليا. زي ما سيادتك تفضلتي انا عندي كمان حوالي 210 محطة معالجة صرف صحي جاري العمل فيهم، معالجة ثنائية ومعالجة ثلاثية. دول طاقتهم يمكن حوالي 6 مليون متر مكعب يوم إجمالي طاقة هذه المحطات. وده رقم، ده رقم يعتبر إيه يا دكتور سيد؟ ده رقم كبير جدا يا فندم. يعني النهاردة لما نتكلم في 6 مليون متر مكعب يوم، يعني بنتكلم في خدمة مثلا لما يقرب مثلا من 30-40 مليون مواطن. أيوه. الصرف الصحي بتاعهم يتعالج. طب أيه. ده فايدته إيه؟ اولا ليه مردود على المجاري المائيه النهارده، ان احنا بنحافظ على نهر النيل، بنحافظ على الترع، على المسائي، على المصارف اللي موجوده، عشان الجوده بتاعت كل متر مكعب من الميه موجود نقدر رقم واحد نحافظ عليه، رقم اتنين يعاد تدويره ونستفيد منه. طبعا لو ما قدرناش نعمل المعالجه دي ما كانش ينفع يعاد تدويره عشان نبقى ضامنين المعايير اللي موجوده. وده برضو عشان اكون واضح، ده المجهود اللي يمكن اخواتنا واخواننا المواطنين مش شايفينه. هو بيشوف الماسوره اللي جايبه عنده من المطبخ او من التايلت ونازله على الشارع قدامه. صحيح صحيح. لكن عايز اقول لحضرتك ورا الماسوره دي في اعمال كتيره جدا، في مجهود، في طولمبات، في روافع، في اعمال كهرباء، في محطات معالجه كبيره، كل محطه منهم كما لو كانت مصنع يتخش فيها الصرف الصحي بكل ما فيه من شوائب، ويتفصل المية النظيفة تخرج لوحدها تاخد سكتها ناحية إعادة الاستخدام. الرواسب حتى اللي موجودة بنعمل بيها دلوقتي محطات لإنتاج البيوجاز والغاز الطبيعي عشان نستفيد من كل حاجة موجودة وإعادة التدوير اللي احنا بنتكلم عليه. عايز أقول لحضرتك برضو شوية أرقام مهمة قوي في القطاع ده. وقبل بعد أستاذن حضرتك، قبل الأرقام المهمة، 210 محطة موجودين على مستوى الجمهورية دكتور سيد؟ على مستوى كل محافظات الجمهورية فندم. على مستوى ال 27 محافظة شغالين فيها، لأن احنا القطاع ده ما نقدرش نشتغل في مكان ونسيب مكان، احنا بنشتغل على التوازي في كل المحافظات. احنا عندنا جهتين كبار بينفذوا المشروعات، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعندنا الجهاز التنفيذي، موزعين عليهم كل محافظات الجمهورية، لأن عندنا استثمارات في هذا القطاع بس يمكن في السنة الواحدة حاليا ما يقرب من 40 مليار. وده بيبين قد ايه الدولة مهتمة بهذا القطاع. حضرتك يمكن النهارده كنا في اسبوع القاهرة للمياه. أيوة. وكنا بنعرض الصبح مثلا بنقول يمكن القطاع ده من حوالي 7-8 سنين كان كل اللي بيضخ فيه في السنة ما يقرب من 5 أو 6 مليار. النهارده لما بنتكلم في 40 مليار فبيبين قد ايه الدولة المصرية النهارده مهتمة بالجودة وبالمحطات المعالجة وبصحة المواطن. ودي ده المردود الحقيقي جدا اللي على كل المقاييس التنمويه اللي احنا بنتكلم فيها. ميه الشرب والصرف الصحي اهم خدمتين بيحتاجهم المواطن المصري في معظم المحافظات. نعم. محطات المعالجه حاليا برضو عشان نطمن الساده المشاهدين. ايوه. قبل كده بنتكلم في نسب خدمه قليله جدا، وكان اجمالي الطاقه بتاعت محطات المعالجه مثلا حوالي 8 مليون متر مكعب في اليوم كل المعالج.
نعم. النهاردة عايز أقول لحضرتك عندنا حوالي 16.2 مليون، يعني زودنا تقريبا ما يقرب من 7-8 مليون، ضعفنا. زائد في 6 مليون اللي هم الجاري تنفيذهم في ال 211 محطة أو ال 210 محطة اللي اتكلمنا عليهم. نعم. يبقى احنا كده واصلين لغاية تقريبا 22. في كمان مليون هيزيد في حياة كريمة، في المحطات اللي بتتعمل للسنة الأولى بس من حياة كريمة. يعني واصلين ل 23 مليون متر مكعب يوميا. يعني أنا بتكلم فيما يقرب من 7.5 مليار متر مكعب في السنة مية بيعاد تدويرها، بيعاد استخدامها، بيضخ فيها استثمارات كتيرة جدا. شركاتنا كلها شغالة معانا، العمالة المحلية برضو شغالة معانا في هذا المجال. طب هايل هايل. طيب دكتور سيد، بمناسبة اللي حضرتك بتقوله ومؤتمر أسبوع المياه، لغاية دلوقتي طبعا في غير مصريين بيكونوا موجودين في أسبوع المياه، طبعا طبعا، مردود هذا المؤتمر ايه عليهم؟ بمعنى ايه؟ ردود افعالهم ايه على كل المعلومات والبيانات اللي بتتقال؟ الصورة ابتدت توضح. حجم مصر ابتدى يبان. كمية الاستثمارات والشغل اللي بيتعمل، احنا بلد كبيرة وبلد كبيرة، ارقام كبيرة وتطور وشغل جديد جدا على مصر بيحصل. النهارده على سبيل المثال انا كنت في احد الجلسات النهارده الصبح، وكان معايا اشقاء من ناميبيا ومن الصومال ومن الجابون ومن الكثير من الدول الافريقيه موجوده. هذا المؤتمر اللي بيتعمل على مدار اسبوع بيجمع كل المختصين وكل الوزراء المعنيين بهذه الملفات، كل الفنيين، كل الخبراء، كل الاستشاريين اللي موجودين، نتكلم مع بعض. لان الميه مش حاجه منفصله كل واحد يتكلم عليها لوحده. الميه هي عباره عن بريدج، عن كوبري يقدر يوصل ما بين الدول وبعضها، ما بين الامم وبعضها، حتى داخل نفس الدوله ما بين وزاره والتانيه. ملف الميه عندنا في مصر مش مسؤولة عليه وزارة واحدة، ده الحكومة كلها مسؤولة عليه. بتكلم على وزارة الموارد المائية والري، بتكلم على وزارة الإسكان والمرافق، بتكلم على وزارة الزراعة، بتكلم على وزارة البيئة، بتكلم على وزارة الصحة عشان لما ناخد عينات ونطمن ان هي شغالة كويس. النهاردة لما ابتدينا نعرض حجم المشروعات وحجم الخدمة اللي موجودة في مصر، وقد ايه الحمد لله احنا ماشيين كويس جدا في اتجاه ان احنا نوفي بالـ Sustainable Development Goals، اهداف التنمية المستدامة اللي المفروض كانت تتحقق في 2030. طب الخطة اللي احنا عاملينها النهاردة في مصر في حياة كريمة وفي غيره من المشروعات هيخلينا ان شاء الله نحقق هذا المستهدف قبلها بخمس سنين، قبل ما العالم كله بيشتغل على 2030. احنا حياة كريمة بنتكلم في 3 سنين. يعني على 2025 يا فندم يبقى مصر كلها مخدومة. فلا كان مهم قوي التواصل ونتكلم في كل ملفاتنا بكل وضوح. وعشان مصر توصل للي وصلته كنا بنتكلم وبنقول احنا تكبدنا قد ايه موارد وقد ايه تمويل وقد ايه استثمارات عشان نحافظ على كل متر مكعب. فالصورة اتنقلت بكل وضوح. صحيح. وشاف هذه المجهودات. الجميل بقى ان هتتعمل شراكات كتيره جدا ما بيننا وما بين اشقائنا في قاره افريقيا عشان ننقل الخبرات ونتبادل الخبرات والمعلومات والشغل اللي عندنا وشركاتنا وكل ما لدينا في هذه القطاعات الهامه. طب هايل هايل. سؤالي الاخير لحضرتك وهو اسبوع المياه، يعني يمكن انا مش فاكره كم مره اللي حصلوا قبل كده، لكن انا ملاحظه النهارده الرابعه يا فندم، السنه دي الرابعه مش كده؟ انا مش عارفه عليك. هل في الثلاث سنين اللي فاتوا كان في نفس درجه الشفافيه في العرض زي السنه دي ولا لا؟ انا مع حضرتك واضحه السنه دي انا ملاحظه ان في درجه عاليه من الشفافيه. اكون مع حضرتك بمنتهى الوضوح، السنه دي الوضع مختلف. ليه السنه دي؟ ليه السنه دي اكثر شفافيه في طرح القضايا والارقام وسياده الوزير قال مدى جاهزيه الوزاره والدوله لحمايه السد العالي من اي اخطار قد تحدث من انهيار السد الاثيوبي؟ السنه دي مختلف عشان بقى في ارقام وبقى في مشروعات حقيقيه وعلى الارض بتتكلم. لما انت بتيجي تتكلم على شغلك ممكن يتاخد منك ويرد اليك. تمام. لكن لما مشروعاتك النهارده ولما تبقى لسه من شهر
بتعمل اكبر محطه في العالم، تاخد احسن 3 شهادات جينيس ريكورد، فالنهارده بقى شغلك اللي على الارض هو اللي بيتكلم عليك. فما بقاش الموضوع بس كلام. دي محطه بحر البقر اللي حضرتك بتقصدها صح؟ بحر البقر 5.6 مليون متر مكعب. نعم. فحجم الاستثمارات والشغل اللي بيتم النهارده اعتقد يعني ما بقيناش نروح نحط يا فندم حجر اساس، النهارده بنخلص مشروع بيشوف النور، الكل بيبقى متفاجئ جوه مصر وبره مصر على حجم الاعمال اللي بتعمل. الكلام ده مش في قطاع واحد، يمكن انا بتكلم على القطاع اللي انا مختص شويه بيه وبفهم بيه، ميه الشرب وصرف الصحي، لكن حضرتك ما ده في الكهرباء، وده النهارده في الطرق اللي بتتعمل، وحاجات كتيره قوي بتتعمل على الارض النهارده ان شاء الله تكمل كلها على خير. ان الامور ان الـ الشغل اللي حاصل واللي عاملاه الدوله المصريه بقى واقع على الارض يراه الجميع، مش فبالتالي الاسبوع السنه دي مختلف. الصوره بقت اكثر وضوحا يا فندم للكل جوه وبره. هل فعلا هذا التصريح، ما اقصدش فعلا يعني اقصد انه ممكن يبقى غير صحيح، لكن اقصد جاهزيه الدوله المصريه واصله لدرجه انه كيفيه حمايه السد العالي من اي اخطار ممكن تحصل من انهيار السد الاثيوبي؟ الجزء ده يمكن يتكلم عليه اكتر وزاره الموارد المائيه والري، يمكن حضرتك عارفه احنا مرافق من الشرب والصرف الصحي. انا بتكلم في ميه الشرب وفي الصرف الصحي، لكن اللي احنا شايفينه من التنسيقات ودلوقتي بقى في تنسيقات وبقت في ديالوج ولغه تشاور ولغه تنسيق بيننا وبين جميع الزملاء المعنيين، احنا شايفين في شغل كتير جدا بيتعمل لحمايه السد العالي، الموضوع الخاص بالامطار والسيول الى اخره، والاعمال اللي بتتم اللي وزاره الري بيعملوها. فيعني الحمد لله اعتقد في مجهودات كتيره بتتم في هذا المجال. اشكرك فندم، اشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لحضرتك التوفيق دكتور سيد اسماعيل. تسليم الوحدات السكنية للراغبين في العودة لمثلث مسبيرو خلال 3 شهور كاملة التشطيب والمرافق. خليني أرحب بالمهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية. أنا خايفة بس يعني إيه، أنا مش ضامنة الدقيقة اللي أنا حزعها هل هتبقى مبينة ظروف الفيلم ولا لأ، لكن ناخد فكرة كده عنه ونعود ونتواصل مع حضرتك. كشفت عن وجهها وحياؤنا يأبى يدنس وجهها. لا تتركيهم يخبروك بأنني متمرد خان الأمانة أو سهى. لا تتركيهم يخبروك بأنني أصبحت شيئا تافها وموجها. فأنا ابن بطنك وابن بطنك من أراد ومن أقال ومن أقر ومن نهى. الأرقام دايما بتبان كل حاجة عندنا، بورسعيد، زرزارة، الأمل، الظهور، الهجوج، إصلاح الجناين، مشروعات بورسعيد ب 8600 وحدة قرابة المليار جنيه، عندنا مشروعات في البحر الأحمر في سفاجة وراس غارب والقصير والغردقة ب 1260 وحدة ما يقارب 800 مليون جنيه، عندنا حلايب وشلاتين 1500 وحدة في حلايب و500 وحدة في شلاتين بمشروعات بحوالي جاوزة المليار جنيه، عندنا في جنوب سيناء منطقة الرويسات 230 مليون جنيه 490 وحدة، عندنا في الطور 64 بيت بدوي ب 28 مليون جنيه، عندنا في منطقة الصحابي 3 عمارات ب 32 مليون جنيه، عندنا في الكندالية ب 35 مليون جنيه، عندنا في سوهاج في منطقة السماكين 35 مليون جنيه. دي يعني نقدر نقول يعني على سبيل المثال لا الحصر. العيد بدا عندنا ساعه ما جينا هنا، لان احنا ما كناش عايشين، احنا كنا بترى. احنا بصراحه اتفاجئنا باللي اتعمل، اللي معمول لنا الله يبارك لهم يا رب، حاجه النبي يبارك لهم ويرضى على مين يا عادل، حاجه النبي رب الرايس واللي معاه 5 6 اوض حمام شرك ندفع ترانشات، والناس غلابه مش عارفين نعيش، اكننا مش عايشين. هي اجمل بكتير من اللي احنا كنا فيها طبعا، وان شاء الله ربنا يخلينا كويس، وان شاء الله ربنا يخلينا كويس. الف مبروك، الف مبروك. صح يا مصر، صح يا مصر، صح يا مصر. ما كناش عايشين هناك حضرتك،
الحر في الصيف حر مش عارفين نقعد من الحر، وفي الشتاء نطر نزل علينا، ومعايا عيال، معايا عيال في مدارس، معايا طفله صغيره تقول لي ماما حر مش قادره مش قادرين نقعد هنا. قلت لها اعمل لكم ايه؟ نعمل ايه؟ هي إيه العيشه كده نعمل ايه؟ ولما جينا حضرتك في الاسمرات ارتحنا هنا يعني، وربنا رحمنا برحمته ومن العقارب ومن دي حكاوي الناس من داخل بيتهم بعد نقلهم للأسمرات وغير الأسمرات. فيلم ريش نعام، بتمنى ان كل القنوات تعرضه ان شاء الله. قلت لي حضراتكم اسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم. عفوا، خليني ارحب بالاستاذ وصفي واصف رئيس شعبة الذهب. استاذ وصفي مساء الخير. استاذ وصفي، الو ادي جان ايمن، الو الو استاذ وصفي، الو. طيب واضح ان احنا مش عارفين نتواصل مع الاستاذ وصفي. عندي بس سؤال انا بطرحه، غالبا هيبقى الطرح لوزاره الاثار او المسؤولين، يعني اي مسؤول فيهم. وده أنا السؤال جالي أن أنا أطرحه على حضراتكم أو لمن يهمه الأمر، ومهم جدا الإجابة الرد على هذا السؤال من أي حد بيشتغل في الآثار، لأنه موضوع فيديوهات وموضوع أسئلة وموضوع ناس مستاءة على السوشيال ميديا. من إيه؟ أو سؤالي إيه؟ سؤالي للناس اللي يعني وزارة الآثار، أنا عايز أعرف هل ممنوع على الأجانب التصوير بالعلم الخاص بيهم بتاع بلدهم في أي أو أمام أو في أي مكان أو أثر سياحي؟ بمعنى النهاردة لو في فوج من الأجانب رايحين عايز جايين جنسيات مختلفة ورايحين عايزين يروحوا الهرم يشوفوا أبو الهول، يشوفوا سقارة، يشوفوا الأقصر وأسوان، أي مكان من ده، هل في قانون مصري أو في قرارات مصرية أو ما يمنع من أنه أصحاب الجنسيات المختلفة أنها ترفع العلم بتاعها وهي بتتصور أمام أي أثر مصري؟ ده يعني شغلني السؤال ده نتيجة اللي بيحصل على السوشيال ميديا، انه ممكن حد يمنع حد من التصوير بالعلم الخاص بتاع بلده لو هو جاي يتفسح وعايز يتصور بالعلم الخاص بيه في اي مكان اثري في مصر. فمحتاجين ان احنا نرد على السوشيال ميديا، محتاجين نوضح للناس اذا كان ممنوع على الاجانب ان هم يتصوروا بالاعلام الخاصة ببلدهم امام اي اثر مصري ام لا. بشكر حضراتكم، أشوفكم السبت على خير، مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء.